مايير كما قال ذا قبيلة محمد أمين عمر عبدي أو وهل يقدوم يا ديوان كسكة الصومالي لان شيخ خليل أي مانتا كورمير بلانا كسو مرد اسمها مسكي جامعة ما قال ذا قبيلة يحرون تقبل كقبيلة أو هاتنا الاسمي سوزعدو وحانا هير كلنا اسمها مساجد كاسي والله بطبقة كناح سده وينا جامع عمر سيد وعنو قرينا لكاسي كالي مايير كما قال ذا قبيلة محمد أمين عمر عبدي وكور بحية كورمير كاني كورمير أنا قصوص ميني ديسكا يرد اسمها كسعود مساجد وينا جامع ما قال ذا قبيلة وحن إلهي هو محد علينا أمتي قلين تاسي مساجدك أي ولا هاي وافجي كان عصر جامع عمر سيد وانود عين النوم وكان عصر ضرق قالك هو على ذي هو محد علينا يوم أنت نرجوها شخص سعيد دوميها عيد الدوان كسكدة halka waxaan ku balan qaadanayaa insha Allah shaqadinka go'joonka si maadaama ganacsaduhu bilicdi magaalada la kor u qaaday masaajidina sida uu qabiyay ay bilicdu isku qabato wadadan halkan ku taalo ah wado qurux badan oo masaajid ugu jiriisiya inaannu bishan koobaad bilaabi doono wado afar haada oo rooga oo dhexdeedana aanu ka beerno dhir solar aanu ku xidhno inta wadada iyo masaajidka u dhaxaysana aanu dhigi doono marmar anagu intaas aanu geysanaa maadaama masaajidkii kooxdiisu ganacsaduhu ku beegay sanadka bilowgiisana aanu bilaabi doonaa insha Allah mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba jaamac Omar waan u duceynaa sidoo kale waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha diiwaanka sakada Soomaaliland iyo culimaamdiinta magaalada Gabeelay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa saaka oo salaasa waxaan ku suganahay magaalada Gabeelay waxaan la joognaa maayirka Karlaasiyo maayir Axmed Amiin oo ilaaha barakeynayaa dadka Fircoona waxaan maayirku soo marnay masaajidka nusi jaamaca magaalada oo ilaaha ilaaha ka noqday ganacsade jaamaca Omar uu dhisay markii horena uu dubaabeeyey iminkana uu dhul ka dhigay oo dhismahaadi aad u qurux badan oo casri ah uu ka dhisay nusi jaamaca uu ka dhigay marka ugu horeysa سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحي نوع الدين والشيخي وحي لمن بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة نوادي كنوع الشيخ سوى له كمن فحص القطاع وفي لا يوجد مساجد ورسا إلهي سبحانه وتعالى كل مجرد وقد سيا ثم هذا اللي يا ماير كما قال هذا بكبدا على هذا قبل في قبيلي محمد أمين عمر وكنت نفر فرعوني يا أهل كسلموه كان أنت سوى حقبض قلت مقطعة وحال وما حد علني يا يوكله أن الله سبحانه وتعالى ويديني أجري حسنات لأنه كسيو بس أجد كأينو عرقنا أينو ما تقرب جوغنا أو نسمي سقع عندك وهيو كان عصدها جامع عمر الله سبحانه وتعالى وافجنت وافجيي عمل كان خيري قاه أيان الله سبحانه وتعالى وقم عطقيا سقنا وحنو ويدينيا ميزانك حسنات كي سيدو إلهي وقدره أجريك أي اللي هذا هاي نهوش النوع عني هنا كل يتوى من أينو وذكرنا إنه ويان لحاتي بولشا تيفي مقال مدح ذا قبلي يحرنتو قبل كقبلي